ألا فنا القاسمة ألا نخول رباعنا إنا على فنا القاسمة ألا نخول رباعنا إنا على فنا القاسمة ألا نخول رباعنا. احنا كمتقاعدين ديال النقل الحضري لمدينة الدار البيضاء، احنا مارسنا المهام ديالنا ما فوق 40 سنة، احنا كاين 40 كاين 30 35 سنة، كان عندنا واحد القانون أساسي كيضمن لنا البطاقة الركوب اللي هو البن 68، الركوب المجان. هاد الناس من اللي جاوا هاد المجلس التعاون الشخص العمدة والأتباع ديالو حرمونا من هاد الحي، بينما هما كيبثوا المواطن، حرمونا من بطاقة الركوب، بينما الإنسان المتقاعد كيركب دابا كيحتاجوا كيدوا لمركز الأمن وكيفتح معاه تحقيق وكيأدي 35 درهم، وإلا رفض كيديروا مع محضر ويتابع مع العلم كانت القانون ديال الامن كيتفهموا الوضعيه كيخليوا الشاب لان الانسان كبار السن وهذا وامراض الى اخره، وهاد الناس مرحبونا عندنا واحد عدد من الوسائل الداخليه كل من يوم الامر ولا من يجيب تقريبا يناي السنه لا زلنا ننتظر وحنا ما غننتظر حقنا وهذا مكتب ديالنا وحنا ما كنطلبوش شي حاجه لا نتنازل حنا عندنا دور الحق ودور القانون ودور المؤسسات وتوعيه يتكلموا في المواطنه ديالنا وغنبقاو ندافعوا على حق المواطنين بالقوه ومن عند هذا المجلس التعاون هذا رئيس المجلس التعاون غنمشيو كاع الجماعات اللي تكالبوا علينا ودونا حقنا في البلاصه اللي خوهم نعمروا حنا وحنا غنبقاو ناضلوا ولا غنديروا مسيرات حنا والابناء ديالنا والارامل ذوي الحقوق ولا نتنازل حقنا الحمد لله دائما وكيبقى شعارنا دائما وفقدنا الثقه من الاحزاب كلهم شعار الخلق هو الله الوطن الملك ما كانش راه الاخوان مستعدين غنديروا وقفه امام الولايه ان شاء الله مجلس المدينه من بعدها من بعد الرباط من بعد الاخوان غيكون التصعيد ان شاء الله وهذا حق وراء طالب تحيه نضاليه شعار الخليل الله عاش الملك اليوم اخويا كندوا للمره الثانيه امام هذه الجماعه بن يخلف هاد الرئيس ديالها اللي هو ما بغاش يستقبلنا ما بغى يتحاور معنا ما بغاش يفك معنا هذا المشكل القائم وهو بصفته راه رئيس الجماعه ورئيس المجلس التعاون بين الجماعات بالبيضاء وهذا السيد راه الشعب اللي دايرو راه المواطنين اللي دايرينو وكيفاش باش يحمينا ماشي باش يقصينا واللي يهضم لنا الحقوق ديالنا اللي هي تهضمات وشنو هي الحقوق ابسط الحقوق وهي بطاقه الركوب عبر الحافلات حرمونا حنا والمعاقين حنا الحمد لله عندنا السياره ديالنا راه السياره ديالنا راه فين واقفه ما محتاجينش للطوبيس ولكن راه هناك ناس مساكن ما فحالهمش راه ما فحالهمش راه ما عندهمش وكاين اللي ماتوا وخلاو ارامل بوليدات صغار فاش غادي يركبوا فاش ما يركبوش في الترام ما يركبوش في الطوبيس والجيب على قد الحال فلهذا حنا كنندوا كنندوا بشده بهذا الخرق اللي هو كيقوم به هذا السيد هذا اللي هو كيحسب راسه شي حاجه وما باغي يتحاور معنا وما باغي يريح معنا وهو من لازم عليه باش يريح ويتحاور معنا ويطبق التعليمات ديال سيدنا التعليمات ديال سيدنا في الخطابات الملكيه الساميه اشنو كيقول كيقول بينما المنتخبين يبقاو في الولايه والمهام ديالهم يعني حتى الاخر ثانيه في الولايه ديالهم يعني خصهم يبقاو هذا السيد فين ما كنجيو ما كنلقاوش هنا في الجماعه فين كاين راه هو في الحملات الانتخابيه اسيدي انا من هذا المنبر كنقول ليه راك كتوسخ الحزب ديالك وحنا لك بالمرصاد حنا غنوقفوا لك وقفه حديديه حيت قسيتينا حيت قسيتينا واليوم الحمد لله الشعب راه فاق وعق يعني طالبين التجديد ماشي نفس الاحزاب ماشي نفس الوجوه باغيين التغيير باغيين وجوه جديده باغيين شباب اللي غادي ينظر للمواطنين في الحقوق ديال المواطنين وفي الحقوق ديال الشباب وبالاخص في الحقوق المتقاعدين والارامل والمعاقين ما يتقساوش هاد المعاق منين غادي يجيب فلوس الطوبيس واش هاد المعاق مؤخرا معاق مسكين ما كيتكلمش شديتوه هاد المراقبين وبقيتوا عليه بالتصرفيق
علاش ما خلصتيش؟ منين غادي يخلص هاد الطوبيس؟ وفعلا ما عندوش حتى ناضت امراه من هذوك المسافرين، دوك النساء اللي متواجدين بالحافله، هي اللي خلصت عليه هذيك 35 درهم. هذا راه خرق في حد ذاته، وحنا ما قابلينش هذيك الصفقه، حنا كنطعنوا فيها كحقوقيين، غادي نطحنوا فيها ونبقاو نطعنوا فيها بشده ان شاء الله. وعاش الملك، الله يخلي لنا سيدنا.